هود من الشخصيات اللي أنا كنيفين حبيتها لأنها غير عن الشخصيات اللي موجودة في مسلسل الميراث. عندها لعبة تسويها بشخصيتها في التقلب، يعني مثل تقدرين تقولين أن شخصيتها مركبة شوي، لأن أحيان تشوفينها طيبة وأحيان تحسين أنها لا عندها مصايب راح تسويها. وبنفس الوقت المشاهد لما يشوف عهود هو مو بعارف يحبها ولا ما يحبها. بس راح أعتبرك من الناس اللي ما تعرف ذي المعلومة عني. أنا أسفة، بس الحقيقة أنا الحقيقة أنك جيتي تشوفين إطلالة غرفتي. صار وسوى نقلة عند المشاهد من ناحية أن عهود كنت تحاربين زيد وما تحبينه وتقولي له طول المشاهد أنا نسيتك أنا نسيتك، وخلاص فجأة في الجزء الثاني أنت قاعدة تقولين أنا أموت عليك ما أقدر أعيش بدونك. فطبعاً أنا يوم قرأت المشاهد انصدمت، قلت عهود راح تقول هالكلام؟ لا مو شخصيتها. قلت يلا للحب كل شيء هون، والمشاهد بنفس الوقت انصدم، يعني حيرتينا عهود انت وش تبين بالضبط. بس تدري بسيطة، بغمض عيوني يوم بشوفك وما بناظر فيك أبد، مع أنها صعبة علي ويمكن ما أقدر عليها. لا ما شاء الله عليها الكاتبة، يعني كاتبة النص كله مشاهد، هي متقصدة هاي اللعبة اللي قاعدة تصير من السيزن 1 لهذا السيزن، يعني متقصدة أن تخلي الجمهور لا راح يصير بينهم كذا، راح يحبوا بعض، راح يتزوجها ولا لا، ففي بينهم تردد. بس أنا الشيء اللي حبته أن قصة الحب اللي بين عهود وزيد تستمر وستيل يصير بين الشخصيات الأخرى والشخصيات الجديدة اللي دخلت معانا، تصير عندها مواقف، وبحب المشاهد اللي تكون قوية عند عهود، يعني في عندها تحطيم. الميراث على الـ MBC 1، رمضان يجمعنا.